إذا قام من الليل. إذا قام من الليل لفظة عامة، يعني سواء قمت من الليل تعاريت من الليل، ويسن هنا الدعاء والصلاة والذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. أو أنه قام قاصدا قياما لصلاة أو لشأن من شؤونه، فمظنة الإنسان ما يكون نايم يحصل تغير وبكتيريا شغالة وكذا للفم، فيبدأ الإنسان يشوف صفاه بالسواك.